قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقوله: والله يحب المطهرين، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه جل وعلا يحب ويحب. قال تعالى: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإثبات صفة المحبة لله عز وجل هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإنهم يحرفون المحبة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، يحرفونها فيقولون إن المحبة من الله عز وجل هي ثوابه للعبد أو إرادته لإثابة العبد، وفي هذا صرف للنص عن ظاهره، وفيه مخالفة لما صرح به كتاب الله عز وجل وهو أفصح الكلام، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أثبت المحبة لله عز وجل وهو من أفصح الناس بيانا ومن أحرصهم على بيان الخير والهدى لأمته، وفيه مخالفة للصحابة الكرام رضي الله عنهم إنهم لم يحرفوها ولم يتكلموا فيها، وإنما أخذوا هذه النصوص على ظاهرها من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، متمثلين في ذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.